السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كنت بتاخد فيتامين بي 12 هقول لك على 5 أنواع من الأدوية ممنوع تاخدهم مع فيتامين بي 12 في نفس الوقت. أول حاجة المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين سي، لأن فيتامين سي بيقلل كمية فيتامين بي 12 في الدم، وبالتالي ممنوع تاخد فيتامين بي 12 مع فيتامين سي في نفس الوقت. المفروض تاخد فيتامين بي 12 بعد ما تاخد فيتامين سي بحوالي 2 ساعة أو أكتر. تاني حاجة الميتوفورمين، والميتوفورمين ده دواء بياخدوه مرضى السكر عشان يتحكم في مستوى السكر في الدم، والميتوفورمين بيقلل امتصاص فيتامين بي 12. تالت حاجة حمض الأمينو ساليسيليك أسيد، والحمض ده بيدخل في تركيب أدوية، الأدوية دي بتعالج مشاكل الجهاز الهضمي، الحمض ده بيقلل امتصاص فيتامين بي 12 برضه. رابع حاجة أدوية الكولشيسين، والكولشيسين ده مضاد للالتهاب وبيستخدم في حالات النقرس الشديدة جدا، والكولشيسين بيقلل امتصاص فيتامين بي 12. خامس حاجة مضادات الحموضة زي الأوميبرازول واللانزوبرازول والرانتيدين والسيميتيدين، والأدوية دي بتقلل حموضة المعدة فتقلل امتصاص فيتامين بي 12. دول أهم 5 أدوية ممنوع تاخدهم مع فيتامين بي 12 في نفس الوقت. بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك، ولو عجبك وأفادك شيره لغيرك. بتمنى ليكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.